هاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. عن كل جرني باب ما جاء على 3 أوجه بحيكسو أروري كلمات بضمان سوق هذا نوح نودا بيسي كلمة اللي راح حتى هي نوع دم بيسي حتى مركز سدح وجهي هي كنت استاوى هي سيد الشيخ الشاغي روحي كان وسوه سقلي يا وحد كلا الشاغابة كو مركب حكب الله بي أن تكون جارة إني مركب نقطة جارة إني نقطة وي جارة قمنا نقطة مركب اسم صريح هي أو مجرور هي وقد أشيدي ما دول حتى مطلع الفجر حتى حين يحلمت كهوي أما سوى محي فذا شيء حائمان فعل مضارع مثلا أو أن عنها إشياء وحوية مضمرأه هي وحوية هي الغنص بنا يوي فعل كان ماضي فعل كان مضارع منصوب هوي منصوب لكم منصوب يبحكون اسم هي أن مضمرأه هوي فعل كست مضارعه أن مضمرأه كن نصب سن أما أن بنان كتال وأن مضمرأه ينو قرصونين كو عنا يشيك كو كن نصب سن هذا بقر لها كو جروي واسم وي فعل فعل كاس هي أن تقشي با اسم لو حولي أهي فعل كاس اسم بالقد على اللي صوت أنت ما مستري لي هذا مركب مستر با ماشي لكني هدو تمستر كاسي هذا ماشي كان تي مركب وإن أطبقتها هشا مفاعل با مفعول با ومنصوب با ومرفوع با ومجرور با إن أطبقتها الرواوي مركا حتى هذا وحجر تاهي مركا وحجر إيسا هذا فعل مضارع أو منصوب الأركتيدي أو أن كنص بيسوي أن تاس يذا أهي وحي قدم بيا لو بدلي يمحوها اسم سادت عليه فعل كاس مضارع مركي لو بدلي اسم أو مستره حتى ذان با ايا جرتوي اسو مركو مجرور في حتى والله يذهب بركا وانا سو ارغنا اذا نفتر كيدوي بركا انت قيبوض اي نقريسي مركي قشو فعل كمضارع منصوب كمركي قشو وانا سو ارغنا وي او مروح نري الى بين نقريسا مروح نوسا كي بين نوسا كي او مر لبضه حتى كفصل كرتاوي قرآنك الكريم كان ويقص عرورتي حتى ضعسي مرك أي وحجرتنا وقص عرورتي مرك أي كي أمس إلى أي معناها لم نغنى يسوع وحوية نعد تاهتوي مرك اسم ظاهرة جرته أما اسم كاس أنا ولا قبل أنا لمسترك ومرنا إلى نغني مرنا كي نغني قرآن كريم وقص عرورتي تاس مرك الكاس أقول تغني أمثلة قيب كبيرة القرآن كككي النبو آخر كمركي أنو قارنو بان سوكو بدون أمر لباب حتى إيو إنت ميلود أي دعي كرتوي إن شاء الله والثاني بوي مركي وجي قلباب حتى يكون إيمان يسو وأن تكون إني أهاتواي حرف عطف حرف أو حلو عطفوي عطف حرف كثير غطوي هذا مركز جوكت التوابع ذا نحوها درس يسيو توابع ذا وحاكمي ذا وحلي راهدو وحنا يرى هذا مت كان نقول معطوف كوي معطوف كو دائما وحو التابع يهي المعطوف عليه وي مت كان هو عطف يوي كسلة والمطفوع على المرفوع مرفوع عليه يا والمعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المجرور مجرور والمعطوف على المنصوب منصوب عليه جرس معه مرك مت كان معطوف كاهي يا مت كان معطوف عليه كاهي وحاول حد جرس معه حول حيني وو حيني وجاء زيد وعمر ثم حيني جاء زيد ثم عمر رأيت زيدا ثم عمرا فاول حيكر صح مركو ام جاء زيد فعمر فهمت مركو ام حي حتى ايام ما تحن غنيسه حرف عطف اذنوب حرف عطف غنيسه لكن قول من غنيسه سيكون شيء قدام حرف عطف بين غني سابي حرف عطف كاسو تفيد فائدين
اللي حرف كان لنا وكدي كرتا نقن وكدي كرتاو اي مركه هذا تري هذه حرف عطف كاس بيس فكن غنيسا حرف عطف كاس تو تفيد وي او فائدين يس حرف كاس حتى داسي مطلق الجمع جمع او فر لغا قاد لي يراه او وخبا ان لو خيرين واو جمع جمع ما لا ودا ان اي لبداس قف اي ان حويان ان ku kulmeen waxyaabaha kan laga sheegay wey saad dhima ra'ayt sayidan wa amran wa udaasi kal waaw markay waawdi oo kala way fi dalik arinkaasi wuu bi kala mid tahay wey had ma jaa zaydun wa amran waxay ku tusay kaliya in ay labadaasi ku kulmeen imaashaha kana waa yimid kana waa yimid laakiin yaa horreey yaa dambeeye ma halka bisku waqti ma yimaadeen ma kala dambeeyeen waxa ku faa'iiday miis bas إني كو كل ما إن كلية وحلو قال لي رأيت زيدا وعمر باتي زيد يا عمر أنا أركت بس شكت مركب محي كو كل ما أركت داس كل ما وين لكن يا هري يا دنبي ما كان دنبي محي قول لي وكوفة إذا ما يسوي حتى أنا وأساس وكلوي لكن ثم يفعد وكلا مركب تعميم بتاعي ترتيب فائدين نساء جاء زيد ثم عمر نعري باش حير ترتيب أسعوتي يعني مركب زيد يمد كدبنا عمر يمد بفائدينيس مركب وودو محيفة ثانية مطلق الجمع حتى أنا وصاص وكلوي أن تكون إني أهاتو يوجه اللبادي الوجه الثاني من أوجه حتى أن تكون إني أهاتو حرف عطف عطف حرف كيس إني أهاتو مركب دائرة هدول تفيد داسي وحويا حرف كانت الكيسة وصفة كن غني أوي حرف عطف كاستو تفيد فائديني هاي أما اللي راح حال ونعكرت أن تكون إن هي أيض حرف عطف تفيد حال أي تمد فائدين ليس مطلق الجمع جمع أو جمع وحنا كحرين وهو جمع أبي راتي وكل من ومحي إن وحي كل من كلي لك هذي هاي هم بفائدين يسوي كالواوي وهي أيض كالواوي وويدو كالواوي أما كالواوي حال أي لمتها وودي في ذلك في ذلك المذكور بيتك الله صار شيء هذا في وودي كل ما بتهوي والجمع وود وود حيث إذا جرتي في حتى فائدة نساء مركي حرف عطف تهوي إلا لكن بوير شيخه أن المعطوف بها متك وحلق عطف يا هي أن المعطوف متك وحلق عطف متك العطف يا هو بها أيضا وحلق عطف لو عطف يا هي مشروط وحل شرطين يا بأمرين لبأرين بالله شرطين يا واي أحدهم مثل كوادي أن يكون إنه نقضواي بعضا قريب إنه نقضوي قريب تصوب من المعطوف عليه مثل وعطفي وكهري وإنه قريب كمذا يهي واي ده مثل فسنة هذا مثال نحن نقول نسأل حالي يكال حالي يكال حالي يهيو حالي وصل وصل سير المغرب مثل خريجين وصل الحالي مثل الحجاج المزدلفة فالله المزدلفة وصل الحجاج المزدلفة حتى المشاة بنير أقول مركز أقاذ يا حتى سيدي ذبا أما حرف عطف الغشاو أما حرف جر الغشاو أما حرف ابتداء الغشاو غاية انتهاب في أيدي النساء وحان ضمب أيام ماشي وقد ضمب يسير للشيق لها هو يعني وقاس موي صار كل شيء قدوان أما ماشي وقد ضمب يسير للقاري لها وعي هذا فيني يا دتك حشك إيمان ياه قارب بصص الغص وقاضي قارب الغي أبو برد رئيس الغص وقاضي قارب صهل وغيني صما هو بحسب أنا هيزنب مزدلف مرك ولا سوى ذا قاروي كي ديار تسارة إيه كي قار سارة إيه كي من موت سارة إيه كي قار ديري سارة إيه مثل كي قار قابر سارة وحلا روحي قوار بابور سارة وسو قارين اسكده كواسي حتى وحسو قارين كوسعوني وسو قاروي مرة فيري يا مشابهة مياني كميدهن قريب كميدة الحجاج تاع وكميتها هو وان حقيقة كميتها هو مكان مرك إلا أن المعطوفة متك معطوف كأهي أو مشاد كأهي إلا أن المعطوفة إلا أن المعطوفة بهذه وامحي متك اللي هو شرطين يا وامحي بها متك حتى هذا متك أنا الوعطفة ياهي أو حتى أو استعمالي متك هذا عطفة يساهي هذو المشاة هو مشروط وحل الله شرطين يا المشاة داس يا بأمرين لا بحرم الله شرطين يا
أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، هذا صوص تسمى آهي إلى المعطوف عليه ومحور الحجاج هو آهي. والثاني مثل لبادنا أن يكون إنه هذا واي غاية ماشي جدا بيسي أو لهم مثل أصبنا هذا وي في شيء غاية له غاية أولية يا معطوف كاس يا غاية له غاية يعني المعطوف عليه غاية إن يتهوي في شيء وحون غاية أهوي وحون بغاية أهوي في شيء مركب محوى ونكرة لإلهذا وحد دون تأتون محام مركب غاية نوكر شيء يا وحان وحو قديرا ومش قد مصمه وحي قابنا وحي قد مش قد مصمه يا وحي قبضنا ومش قد مصمه وحي ضعيف سنا ومش قد مصمه وحي انبيو دي مرسلين تي حق الشرف وسريين وي بدك قام حنا اشاق وحي عنا اشاق وضيف اللي يدو قالت شاقته وي حق هو سوي ساكو شيء دان الشيخ ويركو ان يكون انو هذا بوي هاي غاية المعطوف بها وي. المعطوف بها عفوا متك وحلو عطف اياه ان يكون انو هذا المعطوف معطوف بها ومتك هذا محي المشات متك عندي وكروي انو هذا غاية له غاية للمعطوف عليه في شيء وحقون انو غاية بها وي يدمات غاية بحالة غاية شيخ حمود غاية بحالة يقرأ تفصيل ايش هو دميزوي غاية تاسوي وذلك نحو قولك أتروي مات الناس ضدك بعد انتي باتري حتى الأنبياء أنبياء حتى وقت انتي زيرا ضدك وقت انتي حتى الأنبياء شرد ما قري الأنبياء وهرت مكمين ضدك مكمده إذا محل أنا أشرد الأول أن يكون بعضا من المعطوف عليه معطوف عليه بحيه والناس معطوف لكم والأنبياء هل المعطوف وأنبياء ذاهي مكمده جزء منهن أو كمدتك وهو طيب هذا هو محي ان يكون انه هذا هو معطوف كان كوي والانبياء الانبياء هي انه هذا غايه غايه يمال قدام بيسي انه غاضه ماشي قدام بيسي قدام بي او له معطوف ك معطوف عليه قد تكون هذا في شيء وحون وحين اختها ماشي محيطها وحق شرفت وحق شرفت والله دمانيه مهما الى اكتيسه شرف في قيمات كلها هذا هيو ملك نقو نبي نقو واتقي يسوي واتمنى يسوي ساسوية مات مركز العربية مات الناس مات وفعل ماض الناس هم حنون سيدة وفاعلون قف اسمه اسمدي له اسمه بالدم بيبا لكن وحبها كميتا اللي هو تيريو استقال لقد فاعل وحتميني ذاتك واد انت مات فلان هي الواد انت هي الواد انت هي الواد انت وفعل في فعل كيسوي مات وفعل ماض مبني على الفتح لا محل من اعراب الناس محل هي فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه ظاهره في اخره وهي واسم مفرد وهي قال لا هي وعن قول تسوي حتى الانبياء اسم مفرد اللي يفسر جوع غنس الف لا تزق شيء وحكى له يسامر كوام حدا ومحي الناس كاسير يسبق اي أيوة عارف بشار بس اسم مفرد وهي مو ولا مفرد كلام يا وانا الجمع يا وحيت حين هذا مفرد الله يمد بس انسان بقى يا هذا انسان انسان لا بكري يا شرع اسمه كويس مرك حتى مات الناس ودكي بعد انت هاي مات الناس هاي اما الساعة سألها بتغانا حتى هدي مثل حالة هيو ان مات الناس كنعرف كرأي سيدي مفرغ الروع عن فلك هو جمع فدين سنة جمع فدين سنة شكرا معنا هون تسوي مات الناس ودت كبار دنتي هدي مرك هذا الإنس دي الإنس دي لها هذا هو جمع التكسير بأهل دي لها سوما احنا كده كتب جمع التكسير مثل كيس في المحال حال ورف عجرة وضموي مرك على كل حال حتى هدي الجمع نغل هاي هذه لها وعلامة رفع الضمة لماذا؟ لأنه جمع التكسير بالله وهذا ما لا ينصرفه حتى حرف عطف مبني على السكون لا محل من إعراب الضم الأنبياء هل هي معطوف على الناس هو والمعطوف
والمعطوف على المرفوع المرفوع وعلامة رفعه ضمة في آخره الأنبياء. لماذا إذن؟ جمع تكسير، بارك الله فيك. فإن الأنبياء كلمة أنبياء أهي، فإن الأنبياء كذا، فإن الأنبياء مي سكجر بك يا بركة حركة الحكاية اللي هذا اللي حات مي واسم إلا لكن سكجر يا مات الناس حتى الأنبياء سمها أنبياء سيت الله سنغلي حركة سكجر إذا حركة الحكاية قد سلمت أنا اسكجر إن ومحي اسكجر إن اسكجر إن صوم ما هو يرفع الاسم عليه تنسب الاسم وترفع الخبر الأنبياء محلها واسم النووي منصوب علامة نسبه فتحة مي فتحة مغدرة على آخر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية حكاية محل وضع سي تهيب كلمة صوم ليس الأنبياء فإن الأنبياء أساس وعلامة زنيدة أي بين قوسين كتاب بارك الله فيك عليهم الصلاة والسلام غاية للناس وادتك غاية إليه وش مدة بيسوي في شرف المقدار قيمها المقدار وقيمها هو قيمه دتك يكسر نايين ماش وبس الرئيسي بيكسر بيه ويقوه يعني وعكسه باك ولا مدبو عكسه محي كاس محمد غانا وغاية محمد كاسي وغاية للناس في شرف المقدار وعكسه أيضا كل مدوي وعكسه كذلك هو أم حنغون إياه أما وعكسه متكاس متكلت كيس كسو هرجي ذاي وغاية في الدناءة ويا ثانية في دناءة المقدار وي قف قيمة الغيمين مش هو سيسا أي كجر تامر وعكسه متك كسو هرجي ذاي وغاية للناس في دناءة المقدار إيه يا ومتكاون اللي يرهدو زارني الناس ودتك باي زو زيارتي حتى الحجامون حجامين تبقى سوى العبجر حتى النقوة كده عليه عليه الصلاة والسلام ها حد اسمعها كسب حوها وحوحن يعني كسب الأخ كسب مثل كسب الحجام وحد اسمعها على كل حال لو حصل صوم مرته حجامين تكون واحد طلول واحد طوباهي اللي تهجرهم ما انت تكون صصري في الجرم ما انت الاسبوع الاسبوع عبيد لكن هو محي وحياه ودي فل يسكت عيب بعد كاش شكاينسه وهذا وحي زيارة تذكر وزو زيارتين حتى ذات كاس اللي تأذو زيارتين وذات حقران ما راح ذاتك كحوي وحو على كواس حتى يزو زيارتين وغاية مركة ما شو هو اسمه كان مركة فاية زارني الناس زارني وفعل وفاعل يا وفعل فعل ومفعول الناس هنا وفعل زار وفعل ماض مبني على الفتح لا مع المرأة نكحون هي نون الوقاية وياء نحن غنيسا وضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول مقدم هو الناس هنا وفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظهرت في آخره هو هذا الجمع هنا هو محي ليرى أساس كوي هو مفرد لا مفرد مفرد كوي هو واي نفس بعد مؤخر قائل مؤخر وأنا واجب اللي مكثير مؤخرا صوت يأذن كل يوم يستيقظ وليه كرت هذا زار يا زار الناس يا مريك كرت ما مريك يا مريك زار الناس يا لكن ترى هذا كفي عم بيرح مرحب دي ساس لو حين كروا إلا وحي لا نهر مريا ساس وين يعني. زارني الناس حتى وحرف عطف مبني على السكون لا محل معرابه الحجامون نوا معطوف على الناس والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظهر وعلامة رفعه بارك الله فيك علامة رفعه الواو لماذا؟ لأنه جمع ذكر سالم وعلى الحجامون بس علامة رفعه الواو ونونه عوض عن التنوين في الاسم المفرد من وقت ما حسبت من وقت ما في شيء قال الشاعر شاعرك وحويري قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر يعني كاس منك ربوها ما أنت نقطي لا حولي هيو ديال با انتان انكو قاد نكفي وانو انكاد كاني ولي قهري قدام عكو تسيا قفكي هو اتكاد كاتي مركاسو كو خضوعي أبا أطلني وي أودك المال أطلني صدو ماها أودك المال وي يقول قهرناكم وانو انكاد كان مركاسو انكاد كاتي انتو ليس نوي ونقضو عدنوي
هذيك مرك إذن جبي نوي كات كان هذيك حتى الكومات إيه والكومات ويكون قيس يدها بان كات كانوا عشان كو سرسري كو فان جرتين بان مارسك سهروا لي فأنتم مركاسي وحي تاسو نقطان أنتم أذنكو تهابون أنا أنا هي بسريسا وأنا بقيسان أنا أنا بقيسان حتى بنينا عرورتي دوت بقيسان على صغير أي راول على صغير فيريا هذا قيبتان الكومة حتى الكومات بحين غنزة ونهاية غاية له في الشرف غاية مركو في القوة ها غاية في غاية في القوة وغاية تنرمزها في الضعف استاذ سويا مرك قهرناكم قهرنا في رسالة العرب قهرنا قهر فعل ماض مبني على السكون لتثاله بضمير رفع متحرك نانا محن غلي سواء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل كمنا محن غلي ساي وضمير متصل مبني على السكون في محل نصب وي مفعول به وي حتى محل حرف عطف مبني على السكون لا محل من اعراب صوما حرف عطف الكومات محل هي ما هو معطوف على مفعول به شيخ كم سكجر الكوماتنا ومعطوف على كم كم تسكع فهمت مفعول ايه حتى والمنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نسبه فتح الارتياح لماذا الكوماتا؟ لان الكوماتا هو محي هو جمع هو محي وحوي وجمع كثير فانتم تهابوننا حتى بنينا الاسطير تهابوننا تهابون غنوزة فعل مضارع اي مرفوع بالواو فعل مضارع تهابون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم علامة رفعه ثبوت نون لماذا؟ لان من الافعال الخمسه وي تهابون نانا محن ولا سوري وين فاعلكم؟ والواو الضمير المتصل المبني على السكون في محرف محن ونساء وفاعل نا أمس نا محن ونساء نا وفعل عفوا واسم وضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به هو تهابوننا النجا النجا بقيسا مركو النجا النجا بقيسا حتى بنينا عرور طيبا وكب بقيسا وبنينا مركو يا تمام قهرناكم حتى الكومات قهرناكم والكومات اللي انا كريان انتظر فانتم انتم ماسكوا مكاس سبحان الله نساء ومبتدا سوما في محل في محل رفع المبتدا هو تهابوننا سبحان الله نساء في محل رفع بلازنا في محل رفع وخبر كاس انتم وي تهابوننا حتى حرف عطف اي بنينا سبحان الله نساء بنينا احنا بني معضوف على ناء ومفعول كاي والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نسبه بنين بنيا الياء أقول بنين حين أحسن تحي دعو ذكر سالم سكجر يا مركي فعلت هذا ما مرفوع تحي بنونا مركي تجر يمحوها كردقنا بنينا بس لو نصومها وي إذا مركي محو كله حتى تهب بنين الأصاغر حنا ولا صاغر ولا صاغر صفة لبنينا إذا بني هو محل ومظهر مضاف نار مضاف إليه هو لأن هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هو الأصاغر مرفوع نعته نعت للبنين هو والنهي محل يسنا ونعت ونعت المنصوب منصوب اسكت أصاغر وحين كم سنتي كرلي قاس هو جمع تكسير هو فالكومات كومات وجمع كمية قيس يا شويه غاية في القوة قوته غاية واعي أطها تمام في القوة غاية سوف في القوة سناته والبنون الأصاغرنا مركان مركان مؤوسا حركة الحكاية مؤوسا سيد علي مركوي والبنون الأصاغرنا غاية في الضعف قوي أي غاية هبري غاية غاية تمام غاية سوف في الضعف ضعف لحدها تقول وتقول وحل يذهب ويري أعجبتني الجارية قبضي ما يعجبك جليس الجارية دي حتى كلامها الى هذين هذا كلامكم ما جزء كبير ايضا لو جيدا لو مجد لك وحالي ودغني هذه وجزء معنوي هو
اه كلام كذا يقرح ذي علمي كذا فلان كذا يحس علي هذا ووح كمذا او كلوي جس كمذا او كلوي اي كويس كويس مرحبا هذان وكمذا ها شو حكم هو اعجبتني الجاريه قبلني اعجب قلي سبوا لي اعجبتني محمد سوريا اعجبت وفعل ماضي وي مبني على السكون وي عفوا مبني على فتح لا محل من إعراب والتاء تاء تانيث الساكنة والنون من الوقاية والياء هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم ويسكجر يا الجارية تحن ولا سورة وفاعل ويا مرفوع علامة رفع الضم ظرف لماذا ومفرد وي اسم مفرد وي حتى حرف عطف وي كلام تحن ولا سورة ومعطوف على الجارية وي جارب حي ومرفوع وي والمعطوف على المرفوع مرفوع وي وعلامة رفعه ضمة ظرف أخيرة واسم مفرد وي كلام مضاف وهانه مضاف إليه وي لأن الكلام محايل من كلامك كجزئها جزك يعني كم ذا وكم ذا أنا يقول لم ذا هو كجزئها أنا حب نجر كذا كم ذا أوكل غيب إذا كم ذا أي كم أنا لم ذا هو يوصل واحد برنامج يقول له جزء يوصل معه ويا أعجبتني الجارية حتى كلامها لأن الكلام محايل من كلامك أو كلامها بلا قول ضايع كجزئها هو فجزء إذا كم ذا أوكل هو جزئها هو ويمتنع وحاب ممنوع نغري وان بنانين حتى ولدها اللي لها اعجبت للجاريه حتى ولدها وحتى انت تعرف عطف ولدها لا معطوف على بنان لي لماذا لكن وليه كره اعجبت للجاريه وولدها وليه كره ها وليه كره بارك الله فيك اللي انشر حتى على شروط ضوضاء لكن اعجبت للجاريه وولدها وليه كره اذا ولد كيدو ويعجب قليل لكن وليه كرتين أعجبتني الجارية وولدها لماذا؟ يا لأن الولد ليس جزء منها ولا تركز مرة يا صومها ما يا المدى حتى هكذا ها حتى وإن طبعا اللي حتى مثل قال الساعة وإن جزء من طبعا كذا بأيام بعد كوري وحان دمبا جزء من أكل كوري حقيقة وحكمه أي مركا أعجبتني الجارية حتى ولده هذا ترى ما بدنا نقول لماذا سويت ولدك كمد معهن ايضا لا حقيقه ولا حكما وي. حقيقه وانا اللي اعجبني ان الناس يقول حتى حق تنوع حكم وي. والضابط مركه قانونك اتكو صعون اي سي ان كوسين يا وحوي ما كي صح او صحيح نقضه او صح نقضه استثناؤه ان اتكسر ريبتان كيس اتكسر ريبي زايد متك واستثنيه وصح نقضه صح وحا صح نقضه دخوله حتى إلى قش عليه صين قش صح نقضه يسوي وما كي لا أنا صحيح نقضه استثنيه سنة فلا أيضا إلى قش صح نقضه إريا وما لا فلا شيخ أنا ما قصي سو هذا سو إريا والضابط ضابط قاعدة أتقص عنا يساي قانونك أتقص عنا يساي حتى مركز جوكتو اون حرف عطف نغنى يساهي ما كي صح وصحيح نغضه استثناؤه استثناء انه حلقه صور ريب مثل انه حكى صور ريبان يا استثنيه استثناء استعماله الا كي لو استعمال كره يا صح وحصيح نغنى يا وصحي دخول حتى ان قش عليه سين قش دشيس صح نغنى يسوي وما كي لا اي لا يصح استثناؤه إنه حلقة صور رياباي آني أنصح إنه إلا إسقلي كريس نيزنا فلا أي فلا يصح دخوله حتى عليهم فلا مثلا تسوي أنت هذا بسنا هنا هذا فيري أعجبتني الجارية وليك رسوما إلا كلامها وليك رسوما هو قبرتها أعجب قريسي ما شاء الله قبر قرحان واي قبر ساس سواي قبر ساس سواي ما شاء الله صدق سألها كلام كيف ما عجب الا كلامها وديه كرتها صومها لكن من ايه كرتها هذا وديه كرتها فيريا ما هذه البنت اعجبتني هذه البنت الا ولدها من ايه كرتها ولد كيس حكومه لها ولد قاسو استي قلت لها تكون عجبني لكن ايضا مكو عجب جلسي ما يهوى يا سو ايضا مركو واحد كسر تسوي يناوي لكن ايضا مكو عجب جلسي ولد كاسي استي قلت لك لو كاسو خلاص اسمه العيد ساسوي فقط في الكل الا وجيلي كرتا فيريا محل هذا ميجا فيريا هذا رايي قهرناكم فيريا قهرناكم فيريا حتى الكومات قهرناكم حتى الكم فانتم تهابوننا
هاي أما شو اسمه هو؟ وعي هاي يريد هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.